السلام عليكم خاوتي، بغيت نوريلكم كيف تشونجيو النيميرو تاع لابيس لالين 1200 تاع جيزي. فمثلا اذا كان عندك نيميرو يبدا ب 087 وحاب تبدلو النوتر نيميرو 0770 0، المهم ماكش عاجبك انت 087 نقولو مثلا، واش دير؟ طابي نجمة 777 دياز، كي دير وي تخرج لك، يخرج لك الواجهه الاولى، تخير انت سيرفيس خدمات، ومن بعد تخير تغيير الرقم. في هنا في تغيير الرقم تقدر تغيره، يعطيك كيما نقولوا نظام عشوائي ب 200 دينار، يعني 20000 انت وزهرك، قادر اذا كان جا زهرك واقف ومليح قادر يجيك الضربه الاولى تجيك 077، وكيما قادر يجيك 0799 او نوتر نيميرو واحد اخر. اما باش انك بغيتو مثلا ما تسييش هذه تاع زهر وما زهر، بغيتو ديريكت تحولو ل 077، فهذا يسقام لك 1000 دينار، يعني 100000، وهذه 100000 هذه هتخرج لك في لافاكتور الجايه. المهم سينو كي دير تخير النظام العشوائي تاع 200 دينار يعني 20000، واش دير؟ اذا جاك نيميرو مثلا ما عجبكش ما تكون ما ديرش كونفيرمي، عاود عمليه اخرى، يعني نجمه 777 دياز، خير خدمات، ومن بعد تغير الرقم، تخير تاع النظام تاع 200 دينار برك عشوائي، وتخير تبقى التعاود. كي تطيح في نيميرو عجبك هذيك الساعه دير كونفيرمي. وهذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.